عنده هيبقى اكتر، استهلاك الاكسجين هيبقى اقل. اماميه ماجد محمد، يا سلام يا ماجد، يا سلام يا ماجد، يا فنان يا فنان يا فنان. ماجد محمد الفنان ينطلق ويتقدم ويسجل اول اهداف اللقاء بتمريره عميقه ولا اروع، وبكل ذكاء وبكل مهاره وبكل هدوء وبكل تأني يعزف للجيش لحن ويغني لحن الانتصار، لحن التقدم، بخطأ كبير جدا 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 من دفاع نادي معيزر وحارس مرمى اشرف السابي. ينجح ماجد محمد اللي لسه بقول لحضراتكم من خمس دقائق بيعرف امتى يبقى على الخط وامتى يبقى راس حربه جوه، وده ذكاء تكتيكي من اللاعب نتيجه تواجده وحضوره وخبراته. تمريره عميقه، ادي الاستلام الرائع، استلام بدوران بتحضير بهدوء باحساس بالمكان، استلام ايه تحضير ايه ولب جميل جدا. ايمن عبد الله عملها، ايمن عبد الله حطها بثقه، حطها بهدوء، حطها باتقان ليسجل هدف التعادل لمعيزر 1-1. والفضل يعود للدخول القوي والجميل اللي عمله الحقيقه اللاعب جونسون التوك توك وتحصل على ضربه جزاء صحيحه. ادي ضربه الجزاء، ادي الدفع من علي سند النعيمي، ضربه الجزاء حطها ببطن رجله اليمين على يسار حارس المرمى احمد سفيان، ضربه جزاء مثال 1. اعاده ضربه الجزاء ومنتاري بكل هدوء يا ولد، بكل ثقه يا ولد، بكل تأني يا ولد، يغني غناء ولحن جميل للجيش في الوقت الصعب، في وقت ضائع، في وقت ضائع يسجل هدف تاني لتصبح النتيجه 2-1. 2-1. زعلانين لعيبه معيزر؟ انا بقول لهم ما تزعلوش، لان كل القرارات اللي انتوا اعتبرتوها قاسيه هي صحيحه، هي قرارات صحيحه ولكنها قاسيه، هي موجوده في كره القدم.